السلام عليكم، أجدد الشكر لموقع ريحانة بريس على الاستضافة. أولا السي العلام، قبل ما نتكلموا على الفضيحة ديال الدعم للفنانين، أجي بعدا نتحدثوا على فضيحة دعم الصحفيين. بغيت نعرف أنا علاش هاد 20 مليار توزعت على إكس وماشي على إيغريك، نقطة استفهام. بغينا نعرفوا علاش في الوقت اللي كنشوفوا المواقع الإلكترونية الصفوف الأمامية على السلطات المحلية والدكاترة طب بصفة عامة في أيام الجائحة متضامنين الشعب المغربي، هما اللي كانوا كينقلوا الصورة للشعب المغربي كاملة وكيعرضوا نفسهم للخطر، ومرة أخرى كتجي الوزارة كتعطي الدعم للفنانين، واحد الدعم خيالي للفنانين اللي ما يستاهلوهاش وما واقينش عليها. احنا ماشي ضد الفنان المغربي ولا ضد الأغنية العربية المغربية الأصيلة، احنا دابا اللي كنشوفه في الأغنية المغربية كلها أغاني كتحرك الشهوات الجنسية وللأسف تدمر الشباب ديالنا. كان من المفروض الوزارة تصرف هذا الدعم هذا في توعية الفنان المغربي، في التعريف قضايا الوطن عند الفنان. الفنان المغربي يحتاج إلى توعية وكيفاش يساهم في توعية الشباب المغربي، ماشي تكلاخ الشعب المغربي. هذا هو دور ديال الوزارة، هذا هو الدعم الحقيقي ديال الوزارة، وهذا لا يعني المغرب ما فيهش فنانة كبار يساهموا توعية المواطنين، بالعكس المغرب كيتوفر على فنانة كبار يعرفوا بقضايا الوطن وكيساهموا في التنمية وفي توعية الشباب المغربي. هاد الناس هادو هما اللي صم يستفدوا بالدعم المادي والمعنوي. أغنية المغربية كما قال الفنان رحمه الله محمد عبد الوهاب الموسيقار الكبير المصري، كان واحد النهار سولوه على الأغنية المغربية فقال لهم أغنية مغربية ضجيج منظم. أما بالنسبة للدعم ديال وزارة الثقافة، كان المفروض يتوزع الفنانة اللي محتاجين ومقصحين واللي عانوا في هذه الجائحة ديال كورونا. ومن هذا المنبر كنوجه دعوة لكل القطاعات وتنقول لهم بركة من نهب المال العام، بركة من لعبة توزيع الثروة ديال الشعب المغربي، وشكراً.